مرحبا تحضيرية، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم درس جديد عن الفيزيولوجيا. رح نحكي فيه إن شاء الله عن الفصل الأول بالفيزيولوجيا. بتوقع قبل ما تتابعوا الفصل الأول، يعني إذا أنتم أول ما تتابعوا هاي السلسلة، بتمنى تتابعوا المقدمة اللي حاكي فيها عن الفيزيولوجيا، أهميتها، ليش لازم ندرسها، كيف ندرسها. رح أحط الرابط تحت بالوصف الفيديو، شوفوه قبل ما تفتحوا هذا الفيديو. ماشي. طيب، هلأ بخصوص الفصل الأول بالفيزيولوجيا، ف مثل ما حاكي بالمقدمة، اللي تابع المقدمة بيعرف إنه أنا معتمد على الـ RBC تاع عين الشام. لو فتحت الفصل الأول شفت صراحة إنه هو 18 48 صفحة، أول 17 16 صفحة ما لهم علاقة بالحلاقة، يعني ما يعني على حسب أسئلة الدورات ما جاي منه غير يعني سؤال بكل دورتين، يعني كل دورتين اللي يجي سؤال منه، عرفت علي كيف؟ وصراحة ما بينشرحوا، يعني لأنه صايرين بصم أكثر من إنه هن فهم، فما حبيت أروح وقتي فيهم، حبيت بلش مباشرة بشيء له علاقة شوي بالفيزيولوجيا. يعني أول 15 16 صفحة ما بعرف ليش أصلا حاطينهم بالكتاب، يعني ما لهم معنى أبدا أبدا. أكلين من هذه الصفحة فينا نعتبر إنه يعني في حكي فيزيولوجي، في حكي طبي هون شوي، عرفتوا كيف؟ فهون فعلا بدنا نبلش نركز ونشرح. يعني هذا الفصل اللي بيحكي عن الجسم، كيف خلاصة هذا الفصل، بس نفهم شو هي الخلاصة، نفهم كثير لما راح احكيها هلا بالمستقبل، شو راح تفهم علي كثير. خلاصة هذا الفصل بيحكي عن انه الجسم كيف بينظم حاله، الجسم كيف بيكون بحالة الاستتباب، وحالة الاستتباب شو هي؟ هي حالة طبيعية بيكون فيها جسم طبيعي. على سبيل المثال، حرارة الاستتباب عندنا هي 37 درجة، يعني الواحد حرارته الطبيعية شو بتقول له أنت حرارتك الطبيعية؟ بتقول له 37 درجة، صح ولا لا؟ الضغط الطبيعي عندنا قديش؟ 12 على 8. نسبة السكر قديش؟ 70 ل 100، تمام؟ إذا هي حالة الاستتباب بالجسم، هون الجسم بيكون مستتب يعني مستقر، تمام؟ فهذا الفصل كله عم يحكي عن إنه الجسم كيف بيكون مستقر، تمام؟ وشو هي العوامل اللي بتساعد على استقراره، وكيف بخل يعني شو في شغلات بتدخل بموضوع استقراره، تمام؟ لحتى ندخل بهذا الموضوع اللي هو الاستتباب، لازم نفهم اول شيء الجسم شو بيحوي، تمام؟ اوكي، نحن بنعرف انه في اجهزه واعضاء ومعده وكبد وكذا، بس في شغلات ما بنعرفها هلا رح احكي فيها. اول شيء سوائل الجسم. طب ليش رح نحكي عن سوائل الجسم؟ سوائل الجسم لانه المي وسوائل الجسم بشكل عام بتكون 60% من كتله الجسم عند الانسان، وبالتالي اجبار لازم نركز فيها، تمام؟ سوائل الجسم مثل اي سوائل، تتالف سوائل الجسم مثل اي سائل. نحن لما بنشتري مثلا عصير او شيء، يعني اي كوكتيل بتشتريه رح يكون مكون من عده شغلات، تمام؟ فسوائل الجسم كمان مكون من عده شغلات، اهمها الماء. اوكي، اذا سائل الجسم هو الماء لحاله؟ لا، اكيد لا، هو مي داخل فيه شغلات تانية، مثل ما انت بتعمل كوكتيل بتحط له حليب وتحط موز وفريز، تمام؟ يعني موز وفريز لحاله ما اسمه عصير، وحليب لحاله ما اسمه كوكتيل، تمام؟ فالمي نحن بحاجته لحتى ندوب شغلات جواتها. اوكي، طب شو اللي راح ندوب شغلات جواتها؟ راح ندوب كهارل يلي هي شوارد، يعني بس فزلك هيك بيكتبوها، يعني صوديوم وبوتاسيوم وكذا، مواد لا كهرلية، يعني شغلات ما لها شوارد، ما لها شاردة، مثل السكر. يا جماعة الشوارد هي هيدي اللي بنحط، لما بنحط مثلا ان بنكتب زد زائد فوقه، لما بنكتب سي ال بنكتب ناقص فوقه، هذه شوارد. الجلوكوز بتكتبوا شيء فوقه؟ لا، بتطلع مواد لا كهرلية، الجلوكوز يعتبر مواد لا كهرلية. هلا مواد غيروانية هي كلمة شوي جديدة، اللي هي بروتينات. مواد غيروانية شو معناها؟ معناها هي الشغلات اللي بتحبس المي وما بتخليه يسبح. كيف يعني؟ يعني هلا بدي اسالكم سؤال، انتم امسكوا كاستين، واحدة فيها عسل واحدة فيها مي، تمام؟ ودلقوهم، مين بيدلقوا بشكل اسرع؟ المي، صح ولا لا؟ جيبوا كاسه كوكتيل تكون مركزه هيك مفخمه من هذا مشاكر، وامسكوهم وامسكوا مي ودلقوهم، مين راح يدلقوا بشكل اسرع؟ اكيد المي. ليش؟ لانه الكوكتيل او العسل فيه مواد غروانيه، تمام؟ فيه مواد ماسكته، اوكي؟ ماسكه على بعضه. هي الفكره بالمواد الغروانيه. البروتينات، المهم خلاصه في كثير بروتينات، واي انزيم بالسمعاني بكلمه انزيم، ما صح؟ اي انزيم هو عامل بروتيني، عرفتوا علي كيف؟ طيب، المهم دقائق معلقه. هلا الدقائق المعلقه الكلمه ما كثير مزبوطه، ما بعرف، بس يعني كريات الدم الحمر مثلا، كريات الدم الحمراء هي خلايا اصلا، هو الفريق اسمه ار بي سي، يعني ريد بلود سيلز، سيلز يعني خلايا، ما انا دقائق صغيره. يعني المهم انه في دقائق معلقه، يعني بالاخير عم يحكوا لكم السوائل شو فيه. انا اللي بيهمني من كل هذا الحكي كلياته شو هو؟ انه عندنا مي وعندنا شغلات جواته، تمام؟ طيب،
اذا زود الانسان بالماء والكهرباء عن طريق جهاز هضمي شيء اكيد وطبيعي يعني. طب ماذا سيصير لبلازما تتسرب اذا القسم الخلالي؟ هلا بدنا نبلش نحكي بقى هون، بس عم يحكوكم انه كيف بيدخل المي وكيف بيطلع. بواقع كلياتنا بنعرف هذا الحكي، انه بيدخل من الجهاز الهضمي، بيمتص بالجهاز الهضمي، بيدخل للدوران يعني للدم، بعدين بينطرح من الدوران للكليه، الكليه بتطرح عن طريق بول. طيب توزع سوائل الجسم، هلا هون الحكي مهم. يحتوي جهاز الجسم الانسان لزياده 65 غرام 40 لتر الى اخره. توزع ماء الجسم في حيزين رئيسيين، هون الحكي مهم، ركزوا معي. الحيز داخل الخلايا، الحيز خارج الخلايا. كلمة الحيز يعني هي مدخلة بالحيض، تمام؟ لكن خلص نحن عنا، مشان نبسطها، عنا مي جوات الخلايا وعنا مي برات الخلايا. المي شو مهمتها؟ مثل ما قلت لكم، المي مسؤولة عن القيام، وجعلنا من الماء كل شيء، يعني شو يعني؟ هي مسؤولة عن كل التفاعلات. ليش؟ لأن التفاعلات بدها شوارد وبدها طاقة يعني جلوكوز، وبدها عوامل تانية مثل البروتينات. طب هدول كلياتهم وين موجودين؟ هدول كلياتهم مثل ما حكينا قرينا فوق، هي منحلين بالماء، فبالتالي المي هي مسؤولة عن كل شيء. يعني خلية لا تحوي ماء داخلها هي خلية ميتة، لأنه ما بتقدر تعمل قيام، ما بتقدر تعمل أي عملية من عمليات الفيزيولوجية. يعني على سبيل المثال خلية بصرية مسؤولة عن التقاط الضوء وتحويله لسيالة عصبية، ما في مي جواتها ما رح تقدر تخلق سيارة عصبية أصلا، تمام؟ ما عندها صوديوم وبوتاسيوم يفوت ويطلع، ما رح تقدر تخلق سيارة عصبية أصلا. فبالتالي يعني جعلنا من الماء كل شيء حي، فعلا جعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه المي جوات الخلية مصيبة إذا كان ما موجود، تمام؟ فعندنا مي جوات الخلية، عندنا مي برات الخلية، حيز داخل الخلايا، حيز خارج الخلايا. حيز داخل الخلايا، خارج الخلايا بنقسم كمان بذاته لثلاث أقسام، هذا الشيء كثير مهم وركزوا، اللي هو الخلالي يعني خلال الخلايا يعني بين الخلايا، تمام؟ ان الحاجز الوعائي يعني بالاوعيه، عن الاحياز الخاصه. شيلوا الاحياز الخاصه حكي فاضي، اللي بدنا نركز عليه واللي هو 99% من الحيز خارج الخلايا هو الحيز الخلالي والحيز الوعائي. ايش يعني؟ يعني انا بدي اسالك سؤال، الدم سائل ولا ما سائل؟ سائل اكيد، ما صلب، سائل. طيب الدم فيه مي ولا؟ طبعا فيه مي، معبى مي. طيب معناها الدم هو، نحن قلنا يا داخل خلايا يا خارج خلايا، الدم خارج خلايا ولا داخل خلايا؟ طبعا خارج الخلايا، بما انه تقدر تشق وتشوف هذا خارج الخلايا، تمام؟ يا جماعه المي اللي جوات الخلايا ما بتنشر، يعني ما فيك انت تعزلها، لانه هي جوات الخليه، يعني ما في ابره نانومتريه تشيل لك اياها من الخليه، تمام؟ ف الدم والسائل الخلالي او بين الخلايا هن الحيز خارج، هن الحيز خارج الخلايا. شو يعني الحيز الخلالي على فكره بالمناسبه؟ اذا انتم ما بتعرفوا، فبين كل خليه وخليه هن ما لازقين ببعض، نحن خلايانا ما كثير لازقين ببعض والله هيك متراصين رص رص رص، لا لا، ده احنا بين خليه وخليه دائما في نسبه من المي بيناتهم. فصراحه حرفيا نحن فيكم تعتبروا انه مثل اذا انتم جبتوا العاب طفل وحطيتوها ببانيو هيك شلحتوها، فبتلاقوها طافيه بين بعضها. نفس الفكره تماما، الخلايا، الخلايا طافيه بمي، وهذا الشيء مهم مشان تقلل امتصاص الصدمات، مشان يكون في عزل بين خليه وخليه، تمام؟ فاذا كل خليه جنب خليه ما انا لازقه ببعضها بشكل صلب كثير، لا لا، في خلايا، في مي بيناتهم. هي المي اسمها خارج، هي اسمها الحيز الخلالي، تمام؟ إذا الحيز خارج الخلايا هو أي سائل موجود برات الخلايا، ونحن برات الخلايا عندنا الأوعية الدموية، جواتها في سائل مشهور كثير اسمه دم، وعندنا بين الخلايا خلال الخلايا سائل اسمه الحيز الخلالي. هلا في كمان شيء اسمه الأحياز الخاصة، هي داخلة على الخط شوي، اللي هي شغلات صغيرة بالجسم ما بتنعد، هلا رح نقراها يعني. طيب الحيز داخل الخلايا، داخل الخلايا، أتوقع حكي مفهوم. حيز خارج الخلايا، الحيز الخلالي اول شيء. اذا ها الكلمه حلوه، الحيز الذي يضم السوائل التي تستسبح بها خلايا الجسم كلها، تمام؟ هو حيز محصور بين السطح الخارجي الخلويه وجدار الاوعيه الدمويه. كيف يعني؟ شو يعني؟ يعني يا جماعه انتم عندكم حاجز وعائي، عفوا، عندكم وعاء دموي، تمام؟ فوقه في خلايا، بين هالحاجز الوعائي الدموي وبين الخلايا في هذا السائل، اوكي؟ ليش هي بتكون هي النقطه؟ لانه هلا رح تشوفوا بعدين انه الدم بيتبرع بشويه مي من جوات، ما نحن قلنا 60% من الدم فيه هو مي واكثر، وبالتالي الدم فيه يرشح المي من جواته ويعطيه لمين؟ لهذا السائل الخلالي، مشان هذا السائل الخلالي ذات نفسه يعطيه للسائل داخل الخلوي. ليش هاللعبه كلياتها؟ مشان لانه نحن قلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني نحن بدنا مي جوات الخلايا، يعني بلا مي جوات الخلايا الخليه ما بتعيش. فاذا كان عندنا نقص بالماء اللي جوات الخلايا، السائل داخل الخلايا، فورا بيتنبه السائل الخلالي والوعاء الدموي، يلا هات هات مي، نحن ما بصير تنقص الخلايا مي من عندنا من جواتها. وبالتالي السائل داخل الخلايا بينبه السائل الحيز الخلالي، بيقول له جيب لي مي، بيقول له من وين راح اجيب لك مي؟ بتقول له ليتك انت بلزقك الدم، شحط لي من الدم. بيجي الدم بيرشح
مي منه. المي بتنتقل من الدم للحيز الخلالي، ومن الحيز الخلالي لجوات الخلايا، لانه هو هذا المهم عندنا، يكون جوات الخلايا في مي. اوكي طيب، بس كميه هذا ما دخلني. حيز وعائي اللي هو الحيز الموجود داخل الاوعيه الدمويه للجسم، يضم هذا الحيز الدم بمكونات الى اخره، يعني مبين انه دم، يعني عم نحكي عن الدم. طيب الاحياز الخاصه هي اللي حكينا عنها، هي احياز صغيره جدا، يعني هي احياز مميز بدكم صراحه هم بدكم تحفظوهم. يعني هم ممكن يجيبكم سؤال بالاسئله الدورات انه من الاحياز الخاصه شو، بهمهم يعرفوا انه انتم فهمانين شن الاحياز الخاصه الموجوده بالجسم، ما في غيرهم كم وحده اصلا عادي لكم اياهم، هلا ار بي سي عادي لكم اياهم كلياتهم. اوكي هذا هون هي الفقره، اذا رح تجي رح تجي بس انه امثله عن الاحياز الخاصه شو هي. ماشي ف طيب الاحياز الخاصه، الاخلاط المائيه والزجاجيه في كره العين، يعني نحن كره العين، لان اذا فقشت لك عيونك رح يطلع منها مي، تمام؟ هذا المي هو ما له مي مي تشرب، هو اخلاط مائيه وشغلات مي وفيها مواد ثانيه، يعني التجاوب اللي تجيب له السائل الدماغ الشوكي، مثل ما بنعرف نحن في عندنا شيء اسمه السائل الدماغ الشوكي، هذا بيسحبوه من ورا الظهر، هذا سائل بالاخير صح ولا لا؟ طيب هو هذا مسؤول عن وقتها وسادة، شو كان مكتوب بالبروتوكول، مدري شو وسادة مائية تحمي الدماغ مدري شو، ايه هذا هو. طيب سوائل غشاء الجنب المحيط بالتامون المحيط بالقلب وحتى البطن، البرتوان الصفاق، سوائل هلا بنحكي عن هذول، سوائل الاكياس الزليليه في المفاصل. نحن انتم بتعرفوا المفاصل بين المفصل هو عمليه تحرك دائم، ماشي؟ كل مفاصلك انت عم تتحرك بشكل يومي عشرات مئات المرات، نتيجه هي الحركه بدها مزلق، بدها زيت، زيت محركات. هذا زيت المحركات هو عباره عن سائل، زيت سائل تمام، ولكن فيه مواد بتزلق الحركه، تمام؟ فهو وبالتالي بالاخير نحن هو شو، هو سائل، هذا سائل مزلق، سائل بطيخ، ما بيهمني، المهم سائل، تمام؟ هي الفكره اللي بفهمكم اياها، انه هي احياز صغيره، احياز خاصه، مفصل، عم نحكي بمفصل، تخيل مثلا مفصل اصابعك قديش صغير، يعني شو راح يكون فيه، قد ما يكون فيه هذا السائل اللي هو السائل الزليلي بسموه، قديش راح يكون فيه، نسبته كثير بسيطه، بس خيو خلص بذاكر لكم اياها، تمام؟ فاذا هي الاكياس الزليليه اللي فيها السائل الزليلي اللي بيخلي المفاصل تتحرك بمرونه تامه، تمام؟ فهو بالاخير سائل. طيب هلا اذا بدنا نحكي عن مواد سائل غشاء الجنب التامور، شوفوا يا جماعه نفس فكره المفاصل، ما في عضو نحن عندنا، لا يوجد عضو بحركه دائمه الا ما بدنا شيء يزلقه يخليه يتحرك بشكل مريح، تمام؟ يعني هلا انت، انا من اول ما فتحت هالفيديو لحد هلا يمكن صار قلبك نابض، يمكن فينا نعتبر شيء 200 مره، اوكي؟ طيب يعني وبالتالي هلا في عضو عم ينبض لهالدرجه، ما بده شيء مزلق حتى تكون الحركه انسيابيه؟ طبعا بده، وبالتالي الله عامل غشاء اسمه الغشاء التامور، تمام؟ بيحيط بالقلب، هذا الغشاء بينه وبين القلب في سائل مثل المي، مسؤول عن انه القلب ينقبض بالرياحه، مثل المفصل، آلية المفصل تماما، يعني هيك مثل مزلق يعني، تمام؟ نفس الشيء الرئه، الرئه بتتحرك كثير، نفس الشيء عندنا غشاء اسمه جنبه، هون ما اسمه تامور، تمام؟ اسمه الجنبه. اوكي، كمان عندنا شو في اعضاء بتتحرك، الامعاء، المعده لما بتاكل ما بتهضم ما بتتحرك، وبالتالي في عندك شيء اسمه الصفاق، يلي هو الغشاء اللي بيغطي البطن، اذا الصفاق او البريتوان هو اللي بيغطي البطن، الجنبه بتغطي الرئه، التامور بيغطي القلب، تمام؟ هي جوف الصفاق مكتوب عليه هون، بس عم بيحكوا لكم يعني انه تكون كميه الموجوده في الاحياز الخاصه صغيره لكن تزداد. ليكو يا جماعه، بس هي الفقرات انا بعد ما اطلعت على اسئله الدورات ما عم تجي هي الفقرات ابدا ابدا، يعني ما بيدخلوا لكم حالات مرضيه ولا اذا كانت مكتوبه فيها سطر، شو بدكم يحطوا، شو بده، شو الاحتمالات اللي بدهم يحطوا لكم اياها هون؟ ما في يا جماعه، مستحيل يحطوا لكم احتمال انتم ما قريانينه، يعني مستحيل يحطوا لكم كلمه المتلازمه الخرنقعيه الفرنقعيه، ما بيحطوا لكم هيك شيء، الاختيارات اجبار لازم تكونوا انتم فهمانينها، تمام؟ فهلا مثلا انا على سبيل المثال انا بدي احط سؤال هون، تزداد حالات المرض، طب اوكي في حالات انسباب الجنبي، هي اول احتمال، اوكي ثاني احتمال الصفاق، طب ثالث احتمال شو بحط؟ يعني بحط انسباب راسي، يعني شو بحط؟ فهيك اسئله انا من وجهه نظري بشوف انه ما انا كثير شائعة، أو يعني ما مشروع سؤال يعني. طيب الكلمات اللي مشرحتها فوق راح تنشرح تحت، يعني لا تخافوا. توضيح انسبابها، طيب الانسكاب البلوري، ما بعرف من وين جايبين هالمصطلح الخطير، صار لي 6 سنين بالطب ولحد هلا ما سمعنا الانسكاب البلوري، اسمه الانسباب الجنبي يعني بالاخير. الانسباب الجنبي هو باختصار زياده معيبه، زياده خاطئه بكمية السائل اللي محيط بالرئة، تمام؟ إذا نحن قلنا إنه نحن الانسباب، قلنا يا أخي في عنا مفاصل مي بالمفاصل، مي محيطة بالقلب،
او سائل يعني ما مي سائل، فا اوكي، ولكن لما تكون زايده عن حده فهذا اسمه انصباب. انصباب جاي من كلمه صب، يعني انصبت كثير سوائل بهذه المنطقه اللي هي الجنبه، تمام؟ الجنبي ما معناها جنب الجسم، الجنبه يعني الجنبه اللي هي الغشاء المحيط بالرئه. زياده في ترياكم سوائل من الشعب التركي، تجويف البلور. يا اخي شو هذا البلوري؟ ما بعرف. تجويف الجنبي المحيط بالرئتين، يعني الجنبه. يمكن لتلك زائد طريقه التنفس عن طريق الحد من توسع الرئتين عند الشهيق. اذا يا جماعه انا عندي الرئه هي بالون عم ينفخ، تمام؟ بدي اسالك سؤال، هلا جيب بالون، اشتري بالون وانفخه بالهواء، تمام؟ وعبي تشط وحط البالون جوات المي وانفخه. مليون بالمية أصعب أنك تنفخ جوات أنت وحاطط البالون ومحيط فيه كلياته مية الطشط. ليش؟ لأنه أنت لما عم تنفخ البالون فأنت الهواء هو اللي عم يقاومه. معلش ما مشكلة، الهواء ضعيف، أما لما تكون حاطه جوات السائل فالسائل هو اللي عم يضغطه، بالتالي كثير صعب تنفخ البالون. نفس الفكرة تماما، الرئتين لما بدها تتعبى هواء، أوكي جنبها غشاء في نسبة قليلة من السائل بس مشان الاحتكاك يكون سيليس، ما مشكلة، بس لما يكون في مي فهذا هذا الشيء عامل عائق عند الرئتين، مثل واحد ماسك الرئتين عم يضغطها هيك ما عم بيخليها تتوسع. طيب، وبالتالي راح يكون في إعاقة بالتنفس. أوكي، الحبل، استسقاء البطن. هي حالة نتيجة تباشر البروتين داخل تجويف البطن، يعني نحن قلنا نفس الفكرة تماما، غشاء صار فيه كثير مي، ماشي؟ بس هذا قلت لكم هدول كلياتهم ما جاي منهم ولا سؤال طبعا، وبستبعد يجي سؤال من هيك شغلات. يعني ملاحظات السوائل اللي هو داخلها هي عمليه خارج البيئه الداخليه، هالحكي يعني صار بالنسبه لنا تافه. يعني نحن حكينا اي شيء، اي سائل بنشوفه برات الخلايا هو سائل خارج الخلايا، يعني كميه، يعني البراز الموجود بالامعاء هو اكيد فيه ماده مائيه، تمام؟ فيه نسبه من المي اجباري، لو ما فيه نسبه من المي ما بينزلق اصلا، ففيه نسبه من المي اجباري. البول نفس الحكي، الدم نفس الحكي، العرق نفس الحكي، اللعاب نفس الحكي، المخاط نفس الحكي، كل هدول الشغلات اللي عم بذكرها هي كلها سوائل. هل هي موجودة جوات الخلايا؟ لا، وبالتالي هي خارج الخلايا، وبالتالي هي بالحيز خارج الخلوي. طيب، إذا تحت التبادلات كثيرة إلى آخره، حكينا إنه في تبادلات السوائل الخلالية على التماس مباشر مع الأوعية الدموية وعلى الأوعية الدموية في تصل إلى الخلايا. إذا إجباري، إحنا حكينا إنه السائل الخلايا هي وظيفته، هذا الحيز الخلالي وظيفته نقل المي من الدم، هلا مثل ما راح نشوف، لجوات الخلايا، للحيز داخل الخلو. وظائف سوائل الجسم، لا بلا بلا إلى آخره إلى آخره. طيب، استمرار أنشطة الجسم الحيوية الطبيعية السوية مرتبطة بشكل أساسي بالمحافظة على المعدات الثابتة والمستقرة الجهد. هذا الحقيقة يتوقع كلياته عم بيفهموك لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الوظائف، الماء المهمة، وظائف سوائل الجسم، الشرح. طيب، يعني خلينا نحكي شوي بشكل سريع، نحن بشو المي بيفيدنا؟ يعني أنت لما تشرب مي ليش المي مهم؟ أول شيء التنظيم الحراري، يعني شيء بسيط. يعني انت لما بتكون معرقان، هذا العرق من وين جاي؟ هذا العرق شو هو؟ هو مي، مي وملح ومي وشغلات، يعني ما بهم، بس المهم مي سائل. طيب، انت ليش بتعرق؟ لانه انت عندك مستقبلات اسمها الخلايا الغدد العرقيه، مستقبلات على الخلايا الغدد العرقيه بتتنبه انه انت صار درجه الحراره عندك عاليه، تمام؟ يعني صارت مثلا انت طلعت قصدي الصيف درجه الحراره 37 38، يا لطيف مش وايه، فانت ببلش خلايا الغدد العرقيه عندك تفرز هذا العرق مشان تبوردك. لهيك انت لما بتعرق وبتمر عليك نسبة هواء خفيفة، اوه بتحس يا لطيف ببوردة، تمام؟ طيب، اذا تبخرها على سطح الجلد، امتصاص كمية كبيرة من الحرارة، تبريد الجسم. اوكي، طيب، التخميد، امتصاص الصدمات، حكينا هذا الموضوع مثل السائل الدماغي الدموي. السائل السلوي كمان فكرة حلوة عند الحامل، بتعرفوا مية الراس، يعني هذا هو السائل السلوي، مية الراس بيقولوا له بالعامية. شو مهمته هذا مية الراس؟ بتخليه للجنين، لانه لو ما في سائل مية الراس كانت اي ركله بتاكلها الحامل ممكن الجنين يموت، ولكن نتيجه انه وجود السائل السلوي او مية الراس هذا الشيء بيحمي الجنين من الصدمه. كمان السائل الدماغي شو كان بنعرفه من البكالوريوس. التزليق حكينا فيها، السوائل، كلمه السوائل المصليه يا جماعه هي كل السوائل اللي حكينا فيها بالبطن وبالرئه وبالتامور، اي ان التامور هو يحوي سوائل مصليه، الجنبه تاعت الرئه تحوي سوائل مصليه، البريتوان يحوي سوائل مصليه، اوكي؟ هي مشان تفهم شو هي الكلمه. سوائل المفاصل، سائل الجهاز الهضمي، يعني من الانزيمات الهضمي والى اخره، شو مثلا اللي بيفرزوا البنكرياس اللي بيفرزوا كذا. طيب، جميعا تؤدي دورا مزلقه ومقاومه للاحتكاك، اوكي؟ دوره كمتفاعل،
المي يدور كمتفاعل. يعني حكينا احنا بهذا الموضوع انه اي خليه بتحتاج مي لحتى تقوم بتفاعلاتها، لانه الكهرل وغير الكهرل مسؤوله عن موجوده وين مذابه في المي. طيب يعني هون يا عم حكوا لكم اياه كانه مثل لما المي مسؤوله عن الهضم شوي تانية، بس يعني مشان نحكي شو عم بصير هون يا جماعه. نحن النشا، بتعرفوا شو هو النشا؟ ما بتعرف شو هو النشا؟ مزبوط، النشا هو سكر افا سكر افا سكر، يعني هو جلوكوزي، جلوكوزي يعني جلوكوز واحد بس جزيء جلوكوز، جلوكوزي وراها جلوكوزي وراها جلوكوزي وراها جلوكوزي، وبالتالي هذا يسموه سكاكر متعدده، يعني مجموعه سكاكر. تمام، هلا المي، هلا هذا الجلوكوزي اللي تنفك عن الجلوكوزي اللي قبلها بحاجه سكين، هي السكين اسمها بالكيمياء اسمها او اتش اللي هي الحلمه. تمام، هلا انت لما بدك تقص هي الجلوكوز، ليش بدك تقصها؟ لانه انت كجسمك ما فينه يمتص، ما فينه ياخذ من الامعاء، الاوعيه الدمويه المحيطه بالامعاء بتيجي بتقول له يا بنتي انا بدي اصغر جزيئه فينك تعطيني اياها. بتقول له شو يعني؟ بتقول له يعني انا بدي امتص منك الجلوكوزي، جلوكوزتين ما بمتص، 3 جلوكوزات ما بمتص، بدي جلوكوزه واحده لحتى امتصها وادخلها على الدوران. بيقول له طيب تكرمي يلا رح حط السكين واقطع هالجلوكوزات عن بعض، وبالتالي النشا بيتفكك هون، بيتفكك بعمليه الحلمها. حلمها يعني او اش، او اش يعني شو؟ يعني قريبه من شو؟ قريبه من اش 2 او، اش 2 او شو هي؟ المي. وبالتالي المي هو المسؤول عن التفاعل. اوكي، يعني شو يعني بهذا الحكي؟ يعني احنا لو ما كان عندنا مي ما راح يتفكك النشا ويتحول لسكر، وبالتالي ممكن الواحد ياكل نشا اللي هو، تخيلوا يا جماعه، هو السكاكر متعدده، هو كثير سكر بس ممكن يموت من نقص السكر. ليش؟ لانه ما بيتفكك السكر عنده. تمام، طيب الماء كمذيب يؤدي، زي ما حكي الفكره اول فقره حكينا فيها انه هو كان مذيب، ماشي، يتكون مذابه في سوائل الجسم المختلفه باستثناء املاح، طبعا لانه هدول الشغلات القاسيه عندنا، يعني تخيل املاح العظام تدوب او املاح الاسنان، بتصير اذا شربت مي بتبلع اسنانك معه. المهم، الماء الموجود بداخل الخلايا مذيب مهم، فهو يذيب كثير من البروتينات والمذيبات الاخرى، يذيب بروتينات، ما بعرف هي الكلمه ما حبيتها. المهم، دور الماء كناقل، يتوضح هذا الدور بصوره جديده في الاوعيه الدمويه خلال مقدره العالم. متوقع هذا الحكي كلياته حكينا عنه. آلية الضبط والمراقبة، هذا موضوع، هذا لب الدرس، نحن هون نظرية الضبط ليك، هي هون لب الدرس، هذا هو الدرس، هذا إذا بده يجي أسئلة منا مهمة أو إذا هذا الفصل مهم لباقي الفصول فهو هون هذا الحكي. تمام، ركزوا معي. طيب شو يعني آلية الضبط؟ قال هي منظومات وأجهزة وأعضاء وأنزيمات ومركبات واللي بدكم إياه، مسؤولة عن انه يا جسم خليك بالوضع المستقر. يا جماعه هن مثل فيكم تقولوا المخابرات، المخابرات باي بلد شو مسؤوله عن شو؟ المخابرات مسؤوله عن انه هذا البلد يضل بامان، لا يدخل عليه جواسيس، لا يدخل عليه سلاح، لا يصير فيه، عرفتوا؟ اذا هي المخابرات هيك مسؤوله. نفس الفكره تماما، نحن عندنا بجسمنا شغلات مسؤوله عن انه هذا البلد اللي هو الجسم يضل مستقر، ما يصير له اي شيء. وبالتالي لغاية مراقبة أجهزة تصحيحها بدقة لتجنب طيب نظرية الضبط التحكم. إذا بس أول شيء في شغلة هون لازم نفهمها، تحدث استجابة للتبادلات اللي تحدث في البيئة الخارجية. إذا مين اللي بيخلي الجسم يتغير أو يعني يصير فيه شيء غلط؟ اللي هو البيئة الخارجية. مثال بسيط كثير، أنت ليش بتشوب؟ يعني جسمك بشوب، يعني جسمك بترتفع حرارته لانه الجو شوب. تمام، فالبيئه الخارجيه اللي عندك هي اللي هي الشوب اثرت على جسمك من جوا وخليته يتغير، وبالتالي في اليه ضبط هون مشهوره كثير اللي هي التعرق، هي بتخليك تبورد. تمام، فاذا التعرق مسؤول عن انه انت خفض درجه حرارتك. وعلى فكره انت بجوز ما تحس بهالشيء، بس انت في مرضى ما بيقدروا يتعرقوا، في مرضى اسمه متلازمه، مشان ما ادخل بالموضوع كثير، في متلازمه اسمها متلازمه جوجرن، بتاخذوها ان شاء الله بالسنه الخامسه. هي المتلازمة هذا الشخص ما بيعرق، يعني صدقوني هذا الشخص حياته كتير صعبة، لأنه العرق كتير ببوردك من دون ما تحس. أنت قديش بتكون مشوب وعرقان، أوف يا أخي وعرقان، هذا العرق كتير مو شيء مهم على فكرة، ما مش شيء سيء أبدا. طيب إذا هي بشكل عام نظرية الضبط، الجهاز الخاضع للضبط، هون في غلط طبعا، في على فكرة في ملف تصويبات بتوقع فيكم تحملوه من الموقع الار بي سيز، هون حاطين غلط انه الجهاز الخاضع للضبط وليس للضغط، هو جهاز تضل بوضع دم الحمل الى اخره. العلاقه بين الجهاز الخاضع للضبط ومخرجاته محدده، لانه نظرته قوى على التعامل مع الجهاز ودراسته ككل. كل هذا الحكي
لحتى يفهمونا الفكرة التالية راح أشرحها هلأ. أنا نعبر عن علاقة مداخلات باستخدام مصطلحات رياضية يستخدم مدرس مجسدات لتحليل الظواهر البيولوجية. يعني الطريقة المصاغة فيها هذه الفقرة ملبكة كثير يعني. طيب، واحدة واحدة، العلاقة بين مدخلات الجهاز الخاضع للضغط والمخرجات المحددة لأن النظرية تقوم على التعامل مع الجهاز ودراسته ككل. يعني يا جماعة يا جماعة، نحن بنشوف شو داخل علينا متغيرات، اللي هي مثلا، خلينا على مثالنا اللي هي الحرارة، تمام، وشو راح يخرج عنه، يعني شو راح يخرج بدل عرق، لأنه الجو المحيط فينا المدخلات اللي هي الحرارة خلت عنا يخرج عنا شو بآلية انعكاسية، شو هي التعرق، تمام، يعني مشان يجابهه او يعني يعاكسه. نعبر عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات باستخدام مصطلحات رياضية، يعني بدهم يدخلوا معكم الرياضيات بشكل بطريقة او باخرى. خلاص يا عمي، انتم جايبين 60 بالرياضيات، بدكم تدخلوا الرياضيات اجباري عنكم. 600، عفوا، صار 600 صح. يستخدم لدراسة مجسدات رياضية تحليل الظواهر البيولوجية. هي الكلمة بصموها احسن ما اشرحها وضل فيها نص ساعة. خلاص بصموها يعني، ما يعني جد حرفيا بده يدخلوا معكم الرياضيات هيك بالقمعة يعني. المهم، مناقشة. طيب، حاط لكم مثال. هذا المثال انا بدي طفه لانه كثير سبيسيفيك، كثير اختصاصي، فهذا رح تلاقوه بفيديو الشرايين والضغط، تمام، فصل الشرايين اللي هو بيجي بعد القلب، ماشي. فما رح احكي بهذا المثال لانه كثير، وانا بنصحكم اذا انتم اول ما يعني اول ما داخلين هلا الفيزيولوجيا هسه، ما اخذين، ما حضرانين باقي الفيديوهات، ما تقروا لهذا القسم، هذا المثال ما تقروا، تمام، كثير يعني كثير راح يدخل بالحيط يعني. صراحة ما بدي اقعد انا احكي فيزيولوجيا عضو كامل بس كرمال مثال، تمام. خلص، تخطيط مبسط لعمل اليات التحكم، ركزوا معي يا جماعة. طبعا هذاك المثال حاطط لكم اياه ليش؟ مشان لانه هو فيه علاقة رياضية، وهي العلاقة الرياضية كثير مهمة، اصلا انا حاكي فيها شيء يمكن شيء ساعة انا عم بلعي فيها بفيديو الضغط، ففينكم تفهموه منيح من هنيك، تمام. هو بس مشان يفهمكم انه في علاقة رياضية، يعني خلص بدهم يدخلوا الرياضيات بدهم يدخلوها ابدا. تخطيط مبسط لعمل اليات التحكم، اختلال توازن. طيب، اذا يعني هلا لما نفهم نحن شو يعني اليات التحكم، يلا شوي شوي. اختلال توازن يعني نحن حرارة الغرفة الطبيعية 25، تمام، قاعدين بمكيف وحاطين، وردينا على وزارة الكهرباء بانه نحط المكيف على درجة حرارة 25 مشان اقتصاد البلد. حطينا الكهرباء المكيف على 25 وطلعنا لبرا، برا درجة الحرارة 32، اختل التوازن اللي جواتنا، تمام، اختل، وبالتالي تغير حالة الاستدباب لحالة الاستقرار يعني، تمام. منبه يحدث تغيرات في احدى، ايش راح يصير؟ مستقبل حساس اللي هي مين؟ مستقبلات على الجلد، تمام، يكشف التبدل. يعني بينتبه، وقفوا، انا بما انه انا مستقبلات على الجلد فتغير درجة الحرارة، شو بيساوي هذا هذا الحساس؟ بيعطي لمركز التحكم المعلومات او السيارات العصبية او يعني الرسائل، تمام، انه يا مركز التحكم ليك اختل التوازن، كنا بدرجة حرارة طبيعية متوسطة هلا صرنا بشوب، تمام. طيب، مركز التحكم بيعالج الموضوع، بشوف اي والله مزبوط، والله تغير درجة حرارة كذا، يلا طلع اوامر. اتوقع هذا الحكي فكرة مارق معنا بالبكالوريا. تخرج منه العلامة التي يحمل طريق المخرج الصادر الى المنفذات. وبالتالي هلا هون مركز التحكم امر بقى اذا عالج الموضوع اللي اجى، وامر بانه يصير تغيرات مشان ترجع الحالة للوضع المستتب او الوضع المستقر. فالمنفذات تجي تستجاب للتنبيه اللي هي هون نحن مين مثالنا، تعرق الغدد العرقية بتستجيب للتنبيه، بتعدل قوته، يعني اذا كان عم يعرق شوي بصير بيعرق كثير. هذا الحكي كلياته مشان شو؟ مشان يرجع لوضعه لحالة الاستتباب، اوكي. طيب، تلقيم رجاء، رح نحكي شو هو تلقيم رجاء، انسوه هلا على الفترة. طيب، مفهوم المثال؟ اوكي، الهدف من الضبط شو؟ الابقاء على متغيرات الجملة ضمن القيم المرجعية والقيم المعيارية، تمام. اذا نحن عندنا درجة حرارة معينة، ما بدنا لا تلعب ولا تنقص، وفينا ناخذ هذا المثال بتحطه بكل شيء. فوق كان في مثال الضغط، بتتذكروا الضغط اللي هو اللي قلت لكم راح احكي عنه، بتعرفوا انتم قيمة الضغط شو هي؟ 12 على 8 صح ولا لا؟ درجة الحرارة شو هي؟ 37. قلنا اذا يا جماعة في عندنا هلا في شغلات بتعرفوها، شغلة ما بتعرفوها، في مثلا على سبيل المثال نسبة السكر بالدم، نسبة الانزيمات بالدم، هدول كلياتهم ارقام ان شاء الله بالمستقبل بالسنوات القادمة بتحفظوها، تمام. اما الارقام اللي كلياتنا بنعرفها، الضغط 12 على 8، الحراره 37، هي كلياتها شو؟ جمل مستتبه لازم نضل نحافظ عليها، تمام، لا ننقصها ولا نزيدها، اوكي. ملاحظات تتعلق بالفقره السابقه، اتوقع الحاكي هون بدنا يدخلوا لكم رياضيات. يعبر عن علاقات مدخلات ومخرجات الاجهزه الخاضعه للضبط، علاقه
هذا نفس المثال اللي حكينا فيه نحن. يعني أجهزة الضبط، يقسم جهاز الضبط التحكمي أربع مكونات. المستقبل هذا هلا بس شرح، أوكي رح نقرأ بشكل سريع. عادة ما يكون متخصص المستقبل، يعني نحن قلنا في مستقبلات على الجلد مسؤولة عن استقبال التنبيه انه اوه تغير درجة الحرارة، فهني اجبار رح تكون متخصصة. يعني بتذكروا بالبكالوريا يا جماعة كان في عندكم بوتشيني ورايسنر وهدول مستقبل البرودة ومستقبل الضغط والى اخره، انتبهتوا كيف انه كل واحد مسؤول عن شغلة؟ هذا تخصص، تمام؟ هذا هو التخصص. فاذا انت عندك مستقبل محدد مثلا للحرارة، عندك مستقبل محدد للضغط، عندك مستقبل محدد مثلا لنسبة السكر بالدم، عندك مستقبل محدد للبطيخ المبسمة، عرفتوا كيف؟ إذا هذه إذا الفكرة دائما المنبه لازم يكون متخصص، ليش؟ مشان يعطي سيارات محددة وهادفة لمركز التحكم. شيء حلو والله، أنا مثلا يكون مثلا المركز استقبال الحرارة بالجلد هو نفس مستقبل الضغط، هو نفس مستقبل البرودة، هو نفس مستقبل ويلا بيعطي أوامر لمركز التحكم أنه والله ليك اختل التوازن عندنا، فمركز التحكم بيطلع هيك بيطلع العمى معناها الحرارة مضروبة والبرد مضروب والضغط مضروب، بيجي بيعطي سيارات بتلاقي المريض بلش 60,000 شغله تصير معه، ينزل حرارته ترتفع حرارته يرجف ينط يحط ما ينعص يتشنج ما يتشنج، يعني كل المستقبلات، مستقبلات الضغط مستقبلات اشتغلت كانت مع بعض، هذا الشيء اكيد غلط، هذا الشيء اكيد مستحيل. لهيك نحن عندنا شيء اسمه المستقبل بيكون متخصص، خلص كل واحد له علاقه، تمام؟ فاذا مين هو المتخصص هون؟ نحن المستقبل، تمام؟ هذه مهمه وليك حاطط لكم عليها احمر. هاي الأمثلة المعروفة، الضغط التناضح هذا بنحكي فيه بعد شوي. طيب جهاز المقارنة آلية عمله، ها جهاز المقارنة يعني هو نفسه شو بسموه مثل الجهاز العصبي المركزي، لما انتم بيكون عندكم الجهاز العصبي المركزي بيجي سيارات فهو بيجي بيقارنه. يا جماعه كلمه هون ليش سموه جهاز مقارنه؟ لانه بيقارن مع القيم الاصليه اللي عنده اياها، اوكي؟ نحن من نحن وعندنا من نحن وبنكون جنين ببطن امنا عندنا قيم ثابته، اوكي؟ مثل دستور، نرجع نقول دستور، نرجع نعيدها، يلي هو الدستور يلي هو الضغط 12 على 8، الحراره 37، هذا الدستور خلص عندنا اياه، وبالتالي هذا الجسم بيكون محفظ، يعني عامله ميموريز، عرفت علي كيف؟ حاططه هيك وخارجه براسه، تمام؟ مخنا، فبالتالي بيجي بيقارن الموجودات الجديدة اللي أخذها من المستقبل المتخصص بالموجودات اللي عنده إياها بالأصل. يعني أنت بتيجي بتسألني طب أنت ليش شعرقت لما شوبت؟ بتقلي لأنه أنا جسمي مبرمج على درجة حرارة معينة، لما بتزداد درجة الحرارة المحيطة فيني البيئة المحيطة فيني، تمام؟ رح يجي الجهاز العصبي المركزي اللي يقارنها بالقيمة الأصلية اللي عندي إياها أنا من أنا وجنين ببطن أمي، وهذه المقارنة على أساسها بيقتضي أنه هل يقوم بالفعل يلي هو التعرق ولا لا، عرفت علي؟ ليه يسموه جهاز مقارنة؟ عنده أرقام مستويات طبيعية. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال، أنت مين بيقول لك أنه الأنسولين ينفرز؟ الأنسولين اللي بيعمل سكر اللي جبت اللي نحن عنا سكر، عتبة السكر عنا شيء اسمه رقم موجود من لما هو جنين بجسم الإنسان، أنه السكر ما بصير يطلع فوق 100، وبالتالي لما بيكون السكر فوق 100 الجسم بيفرز انسولين مشان يرجع السكر اجباري عنه لل 100، لانه بيقارن بين نسبه السكر اللي هو ممكن يكون مثلا 200 150، تمام؟ وبين النسبه الطبيعيه اللي هي 100، بيجي بيقول لا هي نسبه مو مظبوطه، فانا بيعمل مقارنه بيناتهم وبالتالي بيفرز انسولين، تمام؟ هذا هيك سموه جهاز مقارنه. يتلقى اشارات وارده من المستقبلات، مفهوم. يحلل الاشارات ويقارنها مع القيم المرجعيه او المعياريه، هي اللي عم بحكي عنها، تمام؟ يعني بنرجع نقول ضغط 12 على 8، الحراره 37، قيمه الصوديوم بالدم 140، السكر من 70 لل 100، هالارقام هي كلياتها، يحدد اعازاته، يعني السيالات العصبيه، اعازاته يعني السيالات يعني اوامره، تمام؟ يرسل اعازاته الى الجهاز المراقب، بقى هذا الجهاز المراقب هو الجهاز اللي عم يراقب انه ناطر يجي امر، تمام؟ ولا هزي هو يعني جهاز منفذ، اوكي؟ طيب يعني ما كتير ظابطه كلمه المنفذ، يعني هلا بنشوف. مثال الجهاز العصبي المركزي يمثل الجهاز المقارنه في جسم الانسان، اوكي؟ بس نحن بنرجع نقول ما كلياته جهاز هو المسؤول عن الاغلبيه، اوكي؟ عن الاغلبيه جهاز المقارنه. طيب الجهاز المراقب بقى يمكن ان تمثل في احد الاجهزه العضويه، نحن مثل ما قلنا بنكرياس هو اللي بيفرز انسولين، تمام؟ بنكرياس بيجي اوامر من الجهاز العصبي المركزي انه ليك نحن صار عندنا كثير سكر، تفضل يا حياتي فرز لي الانسولين عندك، او بيقول له اوكي طيب تمام. نفس الشيء قلب الاوعيه اذا مسؤول عن وظيفه محدده، اجباري يعني كل بنكرياس معقول يضخ دم؟ اكيد لا، يعني كل عضو مسؤول عن
وظيفة محددة. المهم القلب الأوعية الدموية بهذا المثال، القلب عن شو مسؤول؟ عن ضغط الدم. البنكرياس مسؤول عن شو؟ عن السكر. الكبد مسؤول، الكبد مسؤول عن 60,000 شغلة مرض عندهم هلا. المتغير المنتظم، ها المتغير المنتظم شو هو؟ يعني هذا الشيء اللي تغير نتيجة الأوامر اللي اجته من الجهاز المراقب، تمام؟ هي متغير نتيجة مراقبة من قبل المستقبلات. مثال ضغط الدم، مثال سكر الدم، مثال حرارة الجسم، تمام؟ كل هدول الأرقام اللي حكيتها، أوكي؟ هذا المتغير، هذا بيلعب، بينزل بيطلع، ضغطك بينزل بيطلع، حرارتك بتطلع بتنزل، السكر بيطلع بينزل، تمام؟ طيب أثر على ضغط الدم، سرعة القلب، قوة. إذا شو اللي بيأثر على مثلا هذا؟ نحن بدنا نحكي عن مثال تغير ضغط الدم. أنت برأيكم شو اللي بيأثر على ضغط الدم؟ معقول يأثر المعدة على ضغط الدم؟ لا، القلب والشرايين، قطر الأوعية الدموية. برجع بقول لكم عم نحكي هلا شوي حكي عام، ما نشرح ليش كلمة قطر الأوعية، يعني شو دخل القطر الأوعية؟ هذا الحكي بتلاقوه كلياته بفصل الشرايين يعني، تمام؟ إذا القلب والأوعية الدموية لأنه هي جوات الدم، وقوة القلب، أوكي؟ طيب هذا الحكي كلياته برجع بقول مرة اشرحه هلا بتلاقوه بالفيديو. ملاحظات هامة وتنسيق مما سبق بسرعة. مستقبلات متخصصة، جهاز مقارن، هذا هو اللي بيكون موجود بين الجهاز العصبي المركزي، هو المسؤول عن المقارنة بين القيم المرجعية اللي عنا اياها من نحن وببطن امنا، وبين الشغلات اللي صارت جديدة حوالينا. جهاز مراقب هو الجهاز المنفذ اللي بيجي الاوامر من الجهاز العصبي المركزي او من الجهاز المقارن. طيب يتحدد انتاج القلب، بلا بلا بلا، هذا الحكي قلنا انه بدنا نشرحه بالفصل هذاك. هذا كلياته، هذا اللي عم تقروه هون، هاد وهاد كلياته بنلاقيه بفصل ضغط الدم، ضغط الشرياني. الفيدباك او التلقيم الراجع اللي رح نحكي فيها. ضبط حرارة ضبط الحرارة المركزية للجسم. اوكي، هذا مثال عن آليات آليات التحكم. تجري المحافظة على السلامة على قيمة نحو 36 درجة، حكينا هذا الموضوع. يلا هذا بتوقع شرحت انا هي الفكرة على فكرة من دون ما اطلع على المثال. تعرض الجسم للسخونة، اوكي؟ صار شوب، طلعت من جو من الكونديشن لبرا، بس الغلاف الحراري موجود بالجلد ترسل، والدماغ ترسل اشاره الى مركز تنظيم الحراره موجود في الوطاء. اذا انت عندك الوطاء موجود كميه من الخلايا العصبيه او جزء من دماغك، اوكي، موجود في نص دماغك، في جزء من دماغك مسؤول عن الحراره، تمام؟ هذا ببساطه باختصار، هذا شو هذا؟ بيمرق الدم من جواته مثل اي عضو. في عضو بالجسم الانسان بيمرق منه دم؟ لا، بس هذا سبحان الله بس يمرق الدم فيه، فيه ميزان حراره فيه جواته، ميزان حرارة رباني موجود في الوطاء مسؤول عن انه لما بيمرق الدم جوات الوطاء ليرويه مثل ما بيروي الدماغ، هذا في جوات ميزان حرارة بيقيس درجة حرارة الدم. قد ايش درجة حرارتك؟ ممتاز 37، ممتاز 37.0001. العملاء ما مزبوط، ليش هيك مرتفع على 0.0001؟ والله لانه برا كثير شوب. لا ما بيمشي الحال معي، انا لازم يتم مقارنة الاشارات الواردة مع الحرارة المعيارية للجسم اللي هو عنده اياها، تمام؟ اذا بيعطي اشاره ارشاء الى مراكز التحكم او الى اجهزه المراقبه، يعني المراقب انه لا ليك انا اجاني مقياس الحراره جواتي قاس درجه حراره الجسم طلعت مرتفعه شخطه صغيره يعني بالفواصل، اوكي؟ فبيروح على الجلد، على وين؟ على الغدد العرقيه وعلى الاوعيه الدمويه، تقوم باصدار مخرجات خاضعه للتغمض وتخفض الغدد العرقيه لانجاز الحكام المطلوب. اذا شو يعمل الوطاء؟ بيعطي اوامر للغدد العرقيه والاوعيه الدمويه. هي اوكي، هل الغدد العرقيه فهمناها مشان نعرف، طب الاوعيه الدمويه شو دخلها؟ يا روح امك من وين رح يجي المي للغدد العرقيه؟ ما رح يجي السائل، ما رح يجي للغدد العرقيه من احد السوائل الموجوده بالجسم. نحن قلنا في سائل داخل الخلايا، في سائل خارج الخلايا. معقوله يطلع سائل داخل الخلايا لبرا الخلايا ويروح على الغدد العرقيه اذا في عندنا نحن اصلا سائل خارج الخلايا، عندنا سائل برا الخلايا؟ يعني شيء واضح. فبالتالي الغدد العرقيه، العرق رح يجي. الغدة العرقية شو مهمتها؟ الغدة العرقية مهمتها دمج المي اللي جايتها هلا بنقول من وين؟ مع شوية ملح وشوية مكونات وتطلعه لبرا. ما هي اللي بتكون المي، هي المي بيجيها. طب من وين بيجيها المي؟ من المي اللي الموجودة بالجسم، يلي هي يا داخل خلايا يا خارج خلايا. أكيد نحن ما عم نحكي على داخل خلايا لأن نحن قلنا داخل خلايا ما بيصير يطلع لبرا، هذا أهم شيء. كل خلية متعرفشة بالمي اللي جواتها، وبالتالي نحن عم نحكي عن الحيز خارج الخلايا بشكل طبيعي. طيب حيز خارج الخلايا نحن عم نحكي عن السائل الخلالي، قلنا السائل الخلالي لا بيعوض ولا بيربط، مسؤول بس عن النقل. وبالتالي احنا عم نحكي عن الدم. اي ان باختصار شو عم بصير؟ الدم بيعطي مي للسائل الخلالي، والسائل الخلالي بيعطي للغدد العرقية، والعرق والغدد العرقية بتمزجه مع شوية ملح وبتطلعه لبرا، هذا هو العرق، تمام؟ اه معناته طب ليش ليش موضوع توسع؟
مدى تقبض، اللي هو مدى تقبض يعني بترتخي الاوعيه الدمويه، يعني ما بيكون في تقبض، بتتوسع الاوعيه، لانه الاوعيه الدمويه الله خلقنا اياها بتتوسع وبتتقبض. لما بتتوسع الاوعيه الدمويه، مثل لما انت عندك مصفايه وسعت بخاويشها، وبالتالي المي بصير بيمرق بشكل اسهل. فلما بتتوسع الاوعيه الدمويه بترتشح المي النبأ بشكل اكبر. لوين بترتشح؟ للسائل الخلوي. السائل الخلوي شو بيعمل فيها؟ بينقلها للغدد العرقيه. الغدد العرقيه بتخلطها مع شويه ملح وبتطلع لك اياها لبرا. اوكي، طيب، اعضاء منفذه. باختصار شديد جدا، ارتفع درجه الحراره، انتقلت هذه المستقبلات الحراريه موجوده بالجسم، بالجلد، مثل هذا جماعه البكالوريا، المستقبلات، مستقبل الحراره، مستقبل البروده، مستقبل الضغط، مدري شو، بيعطي لوين؟ لا، الوطاء. الوطاء بقارن مع القيمه الطبيعيه اللي عنده اياها، الميزان الحراري الرباني الموجود جواته، تمام؟ بقارن بيكون انه 37.0001 مرتفعه. يلا روحوا، اشارات خطا فورا لوين؟ لا، الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه توسعي مشان ترتشي هاي المي، وتوصل هاي المي عبر السائل، عبر الحيز الخلالي، للغدد العرقيه. الغدد العرقيه تفضلي يلا نفذي، تطلق العرق، وبالتالي بتبرد حراره الجسم. طيب اوكي، نحن بنضل عم نعرق لايمت؟ لان نسبح يعني كل واحد بيطلع كيلتين الترين عرق ولا شو؟ لا اكيد، بس تتبرد حراره الجسم وترجع للنسبه الطبيعيه، بنعمل آلية تلقين راجع سلبي. بتوقع انتم سمعانين هي الكلمة من البكالوريا، ولكن باختصار هلا رح نحكي فيها اصلا بشكل عام. باختصار هي انه شو؟ الغدد العرقية، تمام، بتطلع هيك بتقول انا فرزت بكمية محددة، رجعت حرارة الجسم. يا وطاء يلي انت اللي اعطيت الاوامر ل الاوعية، ولا لنا وكذا. الله يوفقك، ما تعطي اوامر، لانه اكثر من هيك بنكون طلعنا لترين عرق، بنكون طلعنا كل السائل اللي جوا، بنكون نشفنا الدم يعني حرفيا. لا حاجه، خلص بردنا حالنا، تمام. اذا هي آلة التلقين الراجع السلبي تتمثل استشارات بزياده كميه الدم المتدفق نحو الجلد. هذا يعني عم بيحكوا لك انه شو عم بيصير، عن انه كيف بيبرد الجسم، تمام. نحن هي الفقره عن شو عم تحكي؟ عن تنظيم الحراره، كيف بيصير تنظيم الحراره، زياده كميه التدفق نحو الجلد، لانه توسعت الاوعيه. نحن حكينا شو يعني توسع الاوعيه، تمام، بتتوسع الاوعيه، وبالتالي بربيج يتوسع قطره، وبالتالي رح يدفق المي اكثر، ورح يرتشح المي جوا منه اكثر. تخلص من الحراره عن طريق الاشعاع، اكيد ما هو الاشعاع النووي قصدهم فيه، لا، قصدهم انت لما بتكون حرقان ومثلا ركدان مسافه 3 كيلومتر بعزدين الصيف، اذا بتقرب ايدك هيك على ساعدك، بتحس ساعدك عم يبخ نار، هيدا هو الاشعاع. اوكي، انتاج العرق حكينا فيه. من الاعضاء المنفذه مشاركه في ضبط الارتفاع في درجه الحراره، القلب، زياده اوعيه دمويه، توسع يعني حكيناها، شفتوا كيف؟ الغده العرقيه، تعرق. اوكي، اذا نحن ليش؟ لحتى نعمل درجه الحراره لازم نوسع، لازم الخلاصه نحن بهذا الموضوع كلياته شو هو؟ بدنا عرق، تمام؟ بدنا عرق، لانه العرق هو بدفينا. مثل لما انت اذا كنت مشوه بيقولوا لك ضلق كاسه سطل مي على راسك وامشي، ليش؟ بتبورد، تمام؟ نفس الشيء البورد الجوانيه نحن عندنا اياها العرق. اوكي، كيف بدنا نوصل للعرق؟ اول شيء بدها غدد عرقيه، والغدد العرقيه بدها مي اللي بتجي لجواته وتخلطها مع ملح. المي بتجي من وين؟ نحن حكينا هذه الفقره لازم تكون صارت واضحه، بتجي من الدم، توسع عائق، زادت البخاويش، مثل عندنا مصفايه زادت بخاويشها، صار في ارتشاح اكثر، لهيك بده يتوسع الوعاء. توسع الوعاء، طب بس كمان بدنا دم جوا، ما بدنا توسع الوعاء، اوكي، بس ما لازم يكون في دم جواته. مين مسؤول عن ضخ الدم للاوعيه الدمويه؟ هو القلب. اذا سؤال، هل القلب مسؤول عن ضبط الارتفاع في درجة الحرارة؟ بتقولي العمى القلب اكيد لا، شو دخل الحرارة بالقلب؟ لك لا، القلب مسؤول، لانه هو اللي بيضخ الدم اللي راح يرتشح، اللي هو 60% منه شو؟ مي. اللي هي الدم اللي ضخه القلب راح يروح على الوعاء الدموي المتوسع وترتشح منه المي، وتروح على الغدد العرقية وتصير حادث التعرق. اوكي، طيب، اتوقع هذه الفقرات كلها صارت يعني سهله لما حكينا عن المثال. هلا بدنا نحكي عن حالتين ممكن يصيروا معنا، اوكي، ونشوف كيف الجسم بقى بيتعرض لهم وكيف بيصحح الغلط، يلي هن فقدان الماء، يعني نقص الماء جوات الجسم، وزياده كميه الماء. اوكي، اذا نحن قلنا بكل شيء، يعني كل شيء خلقناه بقدر، اوكي، يعني كل شيء عنا يا بالليبرا. اوكي، فبالتالي لما بتنقص كميه المي جوات الخلايا، الجسم بيتحرك، الجسم بيتنبه، مثل لما بتزداد درجه حراره الجسم، مثل لما بيتغير الضغط، اي شيء. اوكي، فنحن عندنا الماء هو شيء له علاقه بالاستتباب، وهو عم هو رب الاستتباب، هو اهم شيء بالاستتباب. اوكي، هلا مثل ما راح نشوف، وبالتالي فقدان الماء يعني جسمنا ما بقى فيه مي. طب شو السبب انه ما بقى فيه مي؟ ببساطه انه انت ما عم تشرب مي، يعني العمى في اسهل من هيك؟
الامتناع عن شرب الماء لمده طويله. طيب غير الفائده، غير انه انت ما عم تشرب، يعني الوارد اللي عندك قليل، الصادر منك كثير. شو يعني الصادر؟ يعني الطرح اللي لك عم تطرح مي كثير، يعني انت بجوز عم تشرب بكميه طبيعيه بس عم تطرح مي كثير. طيب طريقه طرح المي نحن عندنا اياها كيف بجسمنا؟ بتنطرح بثلاث طرق، ما في غيرها، تبول بالبول، بالبراز لانه نحن ان البراز بيحوي شويه مي، وبالعرق. وبالتالي الاصابه بالتجفاف، هل نحكي شو هي؟ اذا فقدان الماء يا عن طريق الامتناع عن الشرب، ما عم تشرب اصلا، يا اما انت بجوز عم تشرب بس اللي عم تفقد كثير مي نتيجه تعرق كثير، تمام؟ اقياء، ممكن كمان اقياء، ولكن الاهم منه هو التعرق والاسهال. اوكي، اذا الاسهال نحن حكينا عن التبرز، لما بيكون الكتله البرازيه بشكل عام طبيعي اوكي بيكون فيها شويه مي، اما الاسهال شو هو؟ الاسهال تعرفه شو هو؟ هو الكتله البرازيه فيها كثير مي، تمام؟ هذا هو الاسهال. فلما الواحد بيكون عم يسهل بفوت ست سبع مرات باليوم، هذا كله عم يخسره شو؟ اوكي كتله برازيه، بس شو اسا كمان؟ مي، تمام؟ فبالتالي كثير شيء مهم. لهيك هذا الشيء شو بيساوي؟ شو بيسبب؟ انتبهوا، الاسهال او حتى الاقياء او التعرق او اللا بلا بلا، هدول سوائل عم نخسرها، عم تطلع برات الجسم. هدول سوائل داخل الخلايا ولا خارج الخلايا؟ طبعا خارج الخلايا، تمام؟ اوكي، نحن اتفقنا كل شيء كل شيء مخاط، لعاب، عرق، مفرزات هضميه، معده، الكتله البرازيه، البول، بالكلى، كلها تخرج خلايا. طيب معناها شغله كثير مهمه، الجسم دائما بياخذ بيعطي، بياخذ بيعطي من بعضه. تذكروا لما قلت لكم ان السائل داخل الخلايا بياخذ من السائل الخلالي يلي بياخذ من الوعاء الدموي؟ تذكروا لما حكيت هاي الفقره؟ هذا الشيء بيصير بالعكس تماما. شوفوا، بتسهل كثير، تمام، او بتتعرق كثير، وبالتالي الحيز خارج الخلايا، هن هذول ما خارج الخلايا بينقص. اوكي، فشو بيصير؟ بيتنبه الجسم، فصير الحيز خارج الخلايا الحيز داخل الخلايا بيعطي للحيز خارج الخلايا مي. تخيلوا، يعني انتم العمل الحيز داخل الخلايا قديش مهم المي جواته، ولكن مشان يحافظ على استباب الجسم مستعد يضحي بالمي اللي جواته ويعطيه للحيز خارج الخلايا يلي نقص نتيجه الاسهالات، نتيجه التعرق، نتيجه التبوال اللي كثير، تمام؟ وبالتالي شو بصير مصيبه. ليش؟ لان الخليه تصبح فقيره بمائها، ما بقى عندها مي. هذا هو التجفاف. كلمه التجفاف شو يعني؟ مو يعني ناقص مو يعني ناقص الحيز خارج الخلايا، لا، هذا معناها انه ناقص الحيز داخل الخلايا نتيجه نقص الحيز خارج الخلايا، تمام؟ اوكي، وهي الحاله خطيره ومميته. الخليه لما بتكون ما فيها مي ما فيها تقوم بعمليتها، ما فيها تقوم بعمليات الحيويه، اوكي؟ فهي حاله كثير، وهي حاله طبعا مهدده للحياه يعني. طيب، اوكي، زياده كميه الماء يتم باخذ كميات كبيره من، اذا زياده كميه الماء كيف يعني بدك تزيد كميه الماء؟ يعني ببساطه عن انك تشرب كثير. الموضوع سهل، يا تسريب وريدي، يعني مثلا في عالم بعض الاشخاص بيحتاجوا ادويه بشكل روتيني بالسيروم، تمام؟ فالسيروم هو شو؟ هو مي، هو مي وملح، فكرة اذا ما حدا بيعرف، يعني هو مي مقطر وملح، هذا السيروم اللي بيعلقوه، فبيدوبوا فيه الادويه او بيحطوا الادويه الابر يعني جوات السيروم بيعطوه للمريض. هلا المشكله وين؟ الادويه اوكي لازم ياخذها، بس السيروم مثلا حطينا سيروم باليوم، حطيت له سيرومين باليوم، اوكي نو بروبلم، حط له خمس سيرومات، احيانا ممكن في مرضى بيحتاجوا كثير ادويه، تمام؟ وعلى مدار الساعه، فبالتالي انت كثير رح تحط له سيرومات، وبالتالي تسريب داخل الوريدي اللي هو السيروم، هذه القسطره اللي بحطوها هذا الشيء عم بيعطيك دم عم بيعطيك عفوا مي 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 كثير، فممكن فعلا تزداد كميه المي جواتك، او عن طريق الشرب اذا انت كنت من الشريبه بتشرب لك شيء 6 لتر مي باليوم. طيب، دراسه حاله قله الماء، التجفاف، يلا. تعرض الجسم لحالة تجفاف، شو يعني حالة تجفاف؟ يعني ارتفاع الضغط التراضي حول السائل خارج الخلوي. ركزوا معي يا جماعة، ركزوا. أنت حبيت تروح على مسبح الباسيل، تمام؟ فعندك هذا المسبح اللي هو حوالي 1000، فلنفترض 1000 متر مساحته، فلنفترض مساحته 1000 متر، أوكي؟ هذه 1000 متر فيها 1000 شخص، بحيث إنه كل شخص آخذ متر مربع، أوكي؟ مرتاحين، أوكي، ممتاز، الوضع تمام. انت عندك قوة خارقة خلت هذا المسبح اللي هو فيه 1000 لتر مي يصير 500، يصغر، صغرته للمسبح، اوكي تمام، صار 500 متر مكعب. شو رح يصير بهالعالم؟ هالسرعة العالم كلها شو رح تنحشق ببعضها، يعني رح تناطح بعضها، اوكي؟ هالتناطح هاد رح يعلقوا، يعني كل واحد لازق بالثاني. هالتناطح هذا هو الضغط التناضحي، تمام؟ يعني اعتبروا كلمة التناضح قريبة من كلمة التناطح، مناطحة، تمام؟ إذا شو يعني ارتفاع ضغط تناطحي؟
أي أن المكونات التي جوات الدم اللي هي بروتينات وسكر بلا 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 بلا، هذول الأشخاص اللي جوات المسبح صارت كتير المي قليلة، وبالتالي تناطحوا مع بعضهم، وبالتالي دخلوا بقلب بعضهم. ليش صار عم يتناطحوا مع بعضهم؟ لأنه صارت شفاف، لأنه قلت المي بالحيز خارج الخلوي. تمام؟ طيب، هذا هو ارتفاع الضغط التناطحي. المستقبلات الحلولية، مستقبلات وطائية. كلمة المستقبلات الحلولية، كلمة الحلولية مشان نخلص من الموضوع برياحة. الحلولية هلا كل شيء رح نقرأ، الحلولية هو نفس التناطحية. تمام؟ مشان نخلص يعني. تقوم باكتشاف التغير في قيمة الضغط التناطحي. يلي هو نفس الحلولي، أوكي؟ مشان ما تضيعه. ترسل إشارات، احكينا بهذا الموضوع، نفس الطريقة تاعت التبريد لما حكينا بالموضوع الحرارة. اوكي، اذا تركز مراكز، مين مراكز العطش على فكره؟ اذا بتعرفوا مركز العطش مين، خلوا عنكم هلا ما احكي عنه. طيب، اذا مراكز عطش كمان وطاء، العمى يخرب بيته للوطاء، عطش وحراره ايه وافراز هرمونات اذا بدك، بكره بتشوفوا بالغديه ان شاء الله. الوطاء شيء كثير مهم. تمام، اذا انت ليش بتعطش؟ اه، هذا الشيء كثير مهم. انت بتعطش لانه الحيز خارج الخلايا يلي هو الدم، احنا الاهم شيء فيه الدم. اذا نحن خارج الخلايا يا حيز خلالي يا الدم، نحن عم نحكي عن دم مهم. الدم لما بينقص فيه نسبة المي، الكريات الحمر بيناطحوا بعض كثير. تمام، مثل ما قلنا مسبح صغير والكريات البيض بيناطحوا بعض، والبلازما والبروتينات كلها بتناطح بعضها، وبالتالي بيروح الدم عم بيمر على مين؟ بالدماغ، بده يغذي الدماغ، بده يغذي الوطاء. الوطاء فيه في جنب ميزان الحرارة، مع انه فيه ميزان حرارة رباني، فيه كمان مقياس لهذا التناطح الرباني. بتطلع هيك العمى عم تناطحوا بعض كثير انتو. اعطيه اعزاز انه يا بني ادم، اشرب اشرب، الضغط التناطح عندك ارتفع، لهيك انت بتحس بالعطش. اوكي، طيب، انت عنيد وراسك يابس وما بدك تشرب، او انت صايم برمضان فلنفترض. تمام، شو بيساوي الوطاء؟ ايش بيخليهم بضل اذا ضلوا تناضحوا؟ مصيبه، تخيل اثنين عم بيضلوا عم يتناضحوا، ما شيء ما مزبوط. بالتالي شو بيساوي؟ ما بيضطر عليك، لا، بيفرز الغده النخاميه اللي هي تحته. اوكي، الغده النخاميه تحت الوطاء، بيفرزها للغده النخاميه اعازات، او بيعطي سيارات عصبيه، بحفز الفص الخلفي للغده. لمين؟ الفص الخلفي. اوكي، هذا الحكي اكيد راح تحفظوه بالقسم الغديه، على تحرير وليس افراز، تحرير الاي دي اتش، الهرمون المضاد لادرار البول. من اسمه، اسمه على فكره اسمه بيشرح حاله، هذا الهرمون اسهل من هيك ما في، الهرمون المضاد لادرار البول. يعني شو يعني؟ يعني انت ما بدك تشرب، ما بدك تزيد الوارد، انا راح اقطع الصادر. تمام، يعني انت عندك المي، نحن قلنا المي فينا نخسرها بطريقتين، فينا نكسبها، عفوا، فينا نخسرها بطريقتين، يا انه ما نشرب، يا اما انه نطلع كثير سوائل. اوكي، فلما بيجي الوطاء بيطلع هيك عليك انه انت العمى، انت عطشت ومع هيك ما عم تشرب مي، شو بساوي انا؟ بروح على الغده النخاميه، بتحرض على افراز الاي دي اتش. الاي دي اتش بروح على الكليه. تمام، بيقول للكليه، بيقول لها انت مهمتك شو؟ تتبولي، تصنعي بول. اوكي، ما تصنعي بول بقى، ليش؟ لانه هذا البول جايبتيه انت، هذا البول هو مي، المي من وين جايبتيه؟ من الدم. انا المي بالدم يا دوبه عم بتكفيني، عم بتناطح، وقصه تخسرني، قصه تسحبي مي اكثر، مصيبه. لا، فالهرمون المضاد لادرار البول شو يعني؟ اسمه مضاد، يعني در البول، يعني عمل الكليه هو بيضاده بيمنعه. تمام، طيب، النخامه الخلفيه بتتقفل وتعمل افراز الاي دي اتش. اوكي، حاسه مضاد للاباله اللي هو نفسه الاي دي اتش، الكليه يصيبها الاي دي اتش، يعمل على اضعاف افراغ الماء مع البول. يعني شو يعني؟ يعني بتخلي البول مركز. شو يعني؟ يعني هذا البول لونه اصفر كثير، بتحسه ليش؟ لانه مثل انت مثلا عندك كاسه عصير فيها كثير مكونات سكر وعسل وكذا، ولا نص كاسه عصير فيها كل هالمكونات، اكيد النص كاسه بتكون مركزه اكثر. فنفس الفكره تماما، انت مثلا قديش تبولت كاسه، فهي الكاسه بيكون فيها الامونيا والكرياتين وهي المواد السامه والفضلات. تمام، لا، بتصير الكليه الكليه بتعملها نص كاسه. ليش؟ مشان تحافظ على النص الباقي، ترجعه وتحطه بالدم مي، لانه بدنا اياه. تمام، بول مركز بصير هذا البول الاصفر. اوكي، طيب، هي العمليه الكليه لما بتعمل هذا الشيء، تمام، بتعمل تلقين راجع سلبي. شوفوا، ما احلى لمين؟ لنفسه الوطاء، نفس الفكره تماما. بتقول له ليك انتبه، انا رجعت لك كثير مي، انا بالعاده بطرح هالمي كلياتها، بس انا رجعت لك مي، فخلص وصلت رجعتك للوضع الطبيعي، كانك شربت مي. اذا الاي اتش يا جماعه، ولهيك انتوا على فكره لما بتاكلوا مثلا اكله حلوه، اوكي، مثلا انت رحت هلا على
نبيل نفيسه، اكلت لك صحن نابلسيه مع مدلوقه، اوكي؟ او انت عطشت بعد كثير بتعطش، اوكي؟ ولكن اذا بتنتبهوا انتوا على حالكم بعد ثلث ساعه نص ساعه بيختفي شعور العطش، صح ولا لا؟ بيختفي، بيختفي تماما. جرب شي مره كل هيك اكلت حلو بدسمه، رح تعطش كثير بعدها. بس بعد ثلث ساعه نص ساعه بتحس انه كثير شعور عطش كثير خف عندك. ليش؟ لانه قد ايش بيكون فرز وقام بمهامه، قد ايش مهمته حرفيا، كانك انت شربت مي جواتك، او حرفيا يعني مشان يعني لو الكلمه شوي ما لائقه، انت شربت بولك، يعني بدل ما البول يطلع كاسه كامله طلع نص كاسه والنص الباقي انت اخذته. فالمهم الخلاصه من شو هي؟ انه الكليه بتنبه الوطاء انه يا وطاء خلاص انت ما كان بدك مي جوات الدم، انا اعطيتك المي اللي كان على اساس تنطريح، فوقف هالاعازات او هالسيارات. هذا هو ترقيم الراجع السلبي. طيب حكي ما بقرا لانه كلياته نفسه. إذا ارتفاع الضغط الحلولي شيء، يعني ارتفاع الضغط الحلولي يا جماعة خلص الحلولي اتفقنا، حلولي يعني تناضحي، تمام؟ طيب تجفاف، قلة المي، مسبح كان فيه 1000 كيلو صار 500، تناضحوا مع بعضهم كلياتهم ارتفع الضغط التناضحي. طيب خلاص جاهز. طيب هلا هلا هون مهم، إذا نحن عم نحكي عن آلية الترقيم الراجع، في عندنا آليتين اللي بتعرفوه أنتم من أيام البكالوريا، آلية الترقيم الراجع السلبي، في عندنا آلية الترقيم الراجع إيجابي. اذا السلبي شو مسؤول عن شو؟ عن ايقاف. هلا معاكسه كلمه ما كثير مزبوطه، هي ايقاف. مثل ما انت لاحظت الكليه بتعطي اوامر للوطاء ان وقف اعازاتك وسياراتك العصبيه، وقف افراز الادي، وقف تنبيه النخامه عن افراز الادي اتش، تمام؟ يعني فينا نعتبره معاكسه. طيب الترقيم الراجع الايجابي بقى شو؟ تعزيز متغير، تعزيز يعني بزيده. هلا رح نشوف. اذا آلية الترقيم الراجع السلبي تبتعد بعض المتغيرات الطبيعية الداخلة عن حدودها السوية أو زيادة أو نقصان التمرد. يعني في شغلة يا جماعة، الوطاء كثير شيء مهم ولكنه غبي. كيف يعني غبي؟ يعني أنا مثلا عم نحكي عن موضوع الكلية والأدي اتش، أنا صار عندي عطش، أنا ما بفهم إنه والله مثلا افرز كمية محددة من الأدي اتش، مثلا عشان نفهمها نفهمها أكثر، أوكي؟ عطشنا. انا لحتى امنع العطش يا بدي اشرب نص لتر مي، تمام؟ يا اما مشان يعني للمقاربة، يا اما بدي مثلا افرز كمية معلقة شاي من الاي دي اتش، اوكي؟ تمام؟ اذا هذه القيمة الطبيعية عند الوطاء، يا بيعطي تنبيهات انه اشرب كاسة مي فلنفترض، تمام؟ كاسة مي، يا اما انا رح افرز اي دي، رح نبه النخامة انه تفرز حوالي ملعقة شاي يعني 5 مللي من الاي دي اتش، تمام؟ طيب اوكي، ولكن الوطاء ما بيفهم هيك. الوطاء بيقول لك اشرب عطاش، لهيك انت لما بتعطش ما بتعرف قديش بدك مي. كيف يعني؟ يعني هلا انت ما مجرب مره تشرب تقعد تصب نص كاسه، عم العمى تشرب نص الكاسه بعدين ترجع تصب نص الكاسه؟ طب شو انت غبي؟ انت حمار يعني؟ ما بتعرف قديش بدك قديش عطشك؟ هلا ما بتعرف، يعني الوطاء ما بيعطيك قيمه محدده، تمام؟ الوطاء بيعطيك انه انت عطشان تشرب نص كاسه، ممكن تعطي مرتويت تحط نص كاسه، ممكن كمان مرتوي وترجع تصبها، عرفت علي كيف؟ وبالتالي نفس الفكره تماما بالاي دي اتش، بالتالي الوطاء ما بيعرف قديش انت لازم تحط اي دي اتش، والله انا بحط لك يعني لازم نبه النخامه انه تفرز ملعقة شاي، ملعقتين، برميل، ما بعرف. فبالتالي بيعطي تنبيهات دائما للغدة النخامية اللي بدورها رح تعطي دائما اي دي اتش. لايمت بدك تضل عم تعطي اي دي اتش؟ شو بتخلي بقى يطلع بول ابدا يعني؟ لا ما بصير. وبالتالي تبتعد، تتمرد او بالغباء بعض المتغيرات الطبيعية الداخلية، المتغيرات البيئة الداخلية اللي هون احنا عم يسألنا مين الوطاء عن حدودها السوية. يعني بدل ما يفرز مثلا ملعقة اي دي اتش مشان ينبه الجسم مشان يحافظ على القيمة السوية، لا بيزيد اي دي اتش، وبالتالي نحن بنصير كنا دخلنا بموضوع بنصير موضوع ثاني زياده او نقصان. هذا الشيء شو بيساوي؟ يتولى الجمله من ردود الفعل من قبل اجهزه التحكم، تعمل ردود فعل تغيير هازم وغير قيمته السويه من خلال اليه التقييم الراجع السلبي. اذا اجهزه التحكم ما بعرف ايش قد اجهزه التحكم، ولكن نحن مثالنا اللي هون هو الكليه، يعني بتعطي ردود فعل للوطاء، تعمل ردود فعل على رد هذا المتغير الى قيمته السويه، تمام؟ اللي هي مثلا الـ ADH انه خلص وقف حاجه، تمام؟ طيب الهدف من المحافظه على حاجه اسبابها خلال الموازنه للمدخلات والمخرجات، اوكي؟ نحن بنسالنا شو هو المدخلات والمخرجات؟ المدخلات هو المي، المخرجات هو البول. مثال على اية تقييم الرجع السلبي عند ارتفاع الضغط الجزئي للـ CO2، عم شو المثال هذا؟ بلا بنحكي فيه بالقسم التنفس، تمام؟ لانه كثير فيه حكي. انا برجع بقول يا جماعه بخصوص دائما اول فصلين، انا بشوف انه ما تدخلوا بالسبيسيفيك لانه كثير رح توجعوا راسكم.
حتى لو عم تحضر محاضرات الجامعة حكى الدكتور هيك كتير ناموا حرفيا، لأن بده يرجعكم راسكم خلص. هذا فيزيولوجيا جهاز التنفس، لما بناخذ جهاز فيزيولوجيا جهاز التنفس رجعوا اقروها من هون رح تشوفوها كثير بايخه. اوكي امس الاخرى على تغيير، اذا تنظيم مستوى السكر بالدم، يا جماعه يا جماعه البنكرياس بيفرز انسولين، اوكي لما بيرتفع، طب مين بيقول البنكرياس وقف عن افراز الانسولين؟ تمام؟ يعني انت اكلت، اوكي؟ بتعرف لو انتم ما في اله ترقيم راجع سلبي، بعد ما تاكل اكله حلو بتغمى؟ بتعرف ليش؟ لانه بينخفض السكر عندك، بتعرف ليش بينخفض السكر عندك؟ لانه ارتفع السكر نتيجه اكله الحلو اللي اكلتها وانفرز انسولين وما حدا عم يوقفوا له الانسولين، طاخ 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 انسولين 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 انسولين، انخفض قيمه السكر للوضع الطبيعي وازدادت انخفاض لحتى صارت تحت الطبيعي. وإذا أنتم معكم علم على فكرة نوبة انخفاض السكر أخطر من نوبة ارتفاع السكر، هي خذوها معلومة طبية، تمام؟ فبالتالي تنظيم مستوى سكر الدم شو يعني؟ يعني وقف عمل مثلا فلنفترض الأنسولين، إنه يا أنسولين نحن صرنا بالقيمة الطبيعية اللي هي بين 70% ملي جرام على اللتر، تمام؟ أكثر من هيك وقف، خلاص. تنظيم درجة الحموضة البي اش، يا جماعة مثل ما أي شيء بهالكرة الأرضية في بي له بي اش، فالدم والجهاز والجسم له بي اش محدده، وهي بي اش محدده جدا جدا ودقيقه جدا جدا، واي تغير بالفواصل العشريه فيها بخرب الجسم كلياته، بدخله بحاله يا حمض يا قلاء يعني قلويه، وبالتالي اعراض بلاوي زرقاء، وبكره بالسنوات تشوفوا شو يعني هي درجه الحموضه لما بتتغير، تمام؟ فاذا مثلا قيمه الحموضه الانسان الدم اللي له 7.4 صفر يعني 7.40، لما بتنقص بس 0.05 هذا حماض، تخيلوا يعني قيمة كتير بايخة ولكن صار حماض وأعراض، يعني المريض بيجي يكون أعراض مريض مريض حرفيا بتفكرون معه 60,000 مرض. طيب إذا المهم كتير هذا الشيء مهم، يعني هيك مثلا احنا ارتفع البي اش شوي، في آليات ما رح نحكي فيها لبعدين نحكي فيها إن شاء الله أكيد رح تمر معنا بتنزل بي اش. طب اوكي انا يعني شو رح يعرفني انه رح انه رح ننزل بي اش للقيمه الطبيعيه، ما رح ننزله لتحت لحتى يكون حماض، يا حبيبي بنكون بالحاله القلويه بننزل على الحماض، مصيبه. لا اكيد في تنظيم كثير محدد، تنظيم الضغط الشرايين نفس الشيء حكينا فيه بالجهاز القلبي، وهون بهذا المثال فوق قلنا انه رح نحكي فيه بالجهاز القلبي، تنظيم الضغط الشرياني يعني الضغط يضل 12 على 8 لا ينزل ولا يطلع، اوكي؟ اذا طلع ننزله للوضع الطبيعي ما لا اقل، وإذا قل نطلعه على القيمة الطبيعية ما أكثر. تنظيم درجة الحرارة الكسية اللي هي 37، نحو هذا اختصار لكل الحكي اللي كنت عم بحكي من شي ساعتين. تنظيم الضغط التناضحي كمان تنظيم الأمثلة حكينا من دون ما ننتبه شرحناها كلها. الارتجاع الإيجابي، أوكي؟ الارتجاع الإيجابي يعني تعزيز. يا جماعة شوفوا أنتوا عندكم فلنفترض 100 واحد، تمام؟ كل واحد واقف قفا الثاني، اوكي؟ ها لما اول واحد فيهم بيخلع صحصوحه لقدامه لعرقبته، بيجي قدامه بيخلع لبعده صحصوحه، لبعده صحصوحه، لبعده هيك ليوصل لاول واحد، اوكي؟ هلا اول واحد بقى، تمام؟ يا بيكون انسان طبيعي وبيروح لعند اول واحد بيقول له يا اخي لو سمحت ضبط تضرب صحصوحه، لانه الصحصوحه عم تيجي لعندي، تمام؟ نحن 100 واحد، كل واحد عم يضرب الثاني هيك لتوصل لعندي، لو سمحت وقف، هذا شو؟ هذا تقييم راجع سلبي، يا اما بيكون هذا الشخص مازوخي، المازوخي هي هن هو اضطراب نفسي بصير العالم بحب الضرب، تمام؟ بينبسطوا اذا ضربوا، المهم فهذا بيشوف شخص مازوخي بيروح عند اول واحد بيقول له لو سمحت قوي ضربتك الساكتر لانه انا انبسطت، تمام؟ هذه الحركه هي تلقيم راجع الايجابي، تمام؟ طيب سؤال برايكم بالكره الارضيه مين عدد الطبيعيين ولا المازوخيين؟ اكيد الطبيعيين، شو يعني هذا الحكي؟ يعني اغلب اليات التحكم بالجسم هي اليه تلقيم راجع سلبي وليس ايجابي، تمام؟ هذا الشيء كثير مهم. اوكي. مراقبة الدارات ذلك تقوم بإيقافها بوقت مناسب، إذا في شغلة يا جماعة نحن عندنا شيء إيجابي، يعني أنت عم تزيد عم تعزز، طب لإيمت؟ ما هذا الشيء غلط، يعني إذا زاد عن حده لازم يكون في شرطي يوقفه، تمام؟ فإجباري دائما تغييرات التقييم الراجع السلبي هي اللي بتتحكم بآلة التقييم الراجع الإيجابي، ما تتمادي كثير يعني، هلا رح نشوف أمثلة. عملية تخثر الدم ما رح نحكي فيها لأنه حكينا فيه بموضوع ببحث الدم، ما تقروها إذا قريتوها رح يوجعكم راسكم والله. الاستجابه المناعيه هون فينا نحكي بهذا المثال. شوفوا قلة التقييم الراجع الايجابي شو هي؟ تعزيز الشرم عند تعرض الجسم لعوامل حيويه، شوفوا يا جماعه عوامل حيويه ممرضه عوامل حيويه ممرضه شو يعني؟ عوامل حيويه يعني احياء، حيويه يعني احياء، ممرضه يعني بتمرض، يعني جراثيم، تمام؟ بس هيك بتفزلكوا بالكلام، يعني هن اصلا جراثيم مش جراثيم وفيروسات. لما بيجي جرثومه لجوات جسمنا
صراحة هون ما مكتوبة، بيجي شيء اسمه خلايا مناعية اسمها الخلايا المقدمة للمستضد. هاي الخلايا المقدمة للمستضد هي مثل كأنه عصابة اقتحمت البنك، تمام؟ قام في واحد بيته بقبال البنك دق للشرطة، تمام؟ اجت الشرطة، اجى الشرطي واحد بس، اوكي؟ اجى الشرطي هيك الواحد وشاف البنك اللي عمق فيه عصابة، بيقوم هذا الشرطي بحكي أمة لا إله إلا الله كل فروعة الأمن بتستنفي، طيب صح ولا لا؟ آه ممتاز، نفس الفكرة تماما بالجسم. بيدخل عمر الممرض بيطلع عليه هيك هذا البيت مقابله، هذا شو بسموه هذول الخلايا المقدمة والمستضدة، بتجي الخلايا المقدمة والمستضدة بترتبط مع الجرثومة، بتقوم بتناديله للشرطي، شرطي واحد بس اللي هو اسمه هون الخلايا التائية المساعدة، تمام؟ ها بتقول له ليك في عامل ممرض، تمام؟ تيجي الخلايا التائية المساعدة هذا الشرطي بيطلع هيك على العصابة العمى، والله عصابة، بيقوم بيعطي إعازات لكامل جهاز مناعة، يا عفو الله، بيفيق الكل، الكريات الحمر، الكريات البيض البائية، الكريات البيض التائية البائية القاتلة الطبيعية، بيعمل بيفرز أضداد، بيعمل عوامل التهابية، بيخرب الدنيا، كل جهاز المناعة بيتأثر. وعلى فكرة هذا من المريض اللي بيكون ما عنده هذا، هذا هو مريض الإيدز على فكرة. ليش اسمه عوز المناعة؟ لأنه ما بيكون عنده لمفاويات تائية. والمشكله انه وين المشكله؟ المشكله انه هيدي اللي هي المسؤوله عن كل عن تنبيه كل كامل جهاز المناعه، فلما ما بيكون عنده اياها عنده عوز فيها ما راح يتنبه جهاز المناعه اصلا، لهيك هو مرض خطير، تمام؟ طيب اوكي، انا فعلت ونبهت وخشبت كل كريات البيض لعند هدول العالم، اوكي، وبعدين يعني شو بستنزف كل طاقتي، كل طاقه المناعيه عندي مشان كميه مثلا ممكن تكون محدده؟ لا اكيد في ليمت معين لإلي، في نهايه لازم خلص، اوكي يلا الكل يرجع بيته، كل الجهاز المناعي ينام، لانه اصلا التاثير الشديد زياده ممكن يضرني، لانه يا جماعه شو يعني رد فعل مناعي؟ شو يعني استجابه مناعيه؟ اهم كلمه بالاستجابه المناعيه يحفظوها هي الحراره. انت لما بتقرب بترتفع حرارتك، ليش بترتفع حرارتك؟ هي العم هي هي, هي هون المناعه اتحركت عندك، ما ارتفعت حرارتك ما تفعل عندك المناعه، تمام؟ وبالتالي لما بيكون في ارتفاع حرارة عالي فبالتالي استجابة مناعية عالية. طب ممكن تكون الجريب بسيط بس الاستجابة عالية، ليش تحت ترفع حرارتك لقيم عالية خطيرة، تمام؟ فلا احنا لازم شو؟ لازم يكون في عندنا تنظيم لهذا الموضوع، انه اوكي بنفرز يا جماعة، مثل يا اخي اجونا ثلاث مثلا فلنفترض اقتحموا على البلد 3 جنود اسرائيليين، هل من المنطقي انه تجي كل طيارات البلد ودبابات البلد ومدفعيات البلد تقصف الثلاث اسرائيليين؟ يعني نخسر نص اسلحه وذخيره الجيش كرمال 3 اسرائيليين؟ ما شيء ما منطقي، صح ولا لا؟ وبالتالي بيجي تقييم راجع سلبي، تدخل اللمفاويات الكابته، تمام؟ الكابته، انتبهوا، لحتى تكبح اللمفاويات التائيه، لما بتكبح اللمفاويات التائيه خلص كانه كبحت كامل المناعه، لانه هي اصلا اللمفاويات التائيه المساعده هي المسؤولة عن التنبيه، فهي لما كبحت لها هي خلص كأنه كبحت الكل. ليش؟ مشان ما يصير استجابة مفرطة. يعني والله شيء حلو، مثلا والله انت قربت قريب بسيط قام ارتفع درجة حرارتك ل 45، بتموت، بدل ما تموت من القريب بتموت من الحرارة. ما مزبوط. ونفس الشيء انه والله تخسر كل كرياتك البيض وكل الاضداد، كمان هذا الشيء ما مزبوط، تمام؟ فبالتالي اجباري لازم يكون في شيء منظم اللي هو التلقيم الراجع السلبي. من امثلة اخرى، عملية الاباضة، تعزيز تقلصات الرحم في اصناف الخلق. طيب اوكي، يعني شو يعني تعزيز تقلصات الرحم؟ شوفوا انتوا ما بعرف اذا شايفين شيء، واحدة عم تولد، اول شيء الوحده اللي عم تولد بتكون كثير مبسوطه ومرتاحه والحياه حلوه، بتجي اول تقلصها العمى، اخ والله مزعجه شوي، بتجي ثاني تقلص بتكون لسه على اقوى، بتجي ثالث تقلص بتكون لسه على اقوى، العمى بعدين الرابعه بتبلش تصرخ، الخامسه واللي بتولوي، السادسه بتبلش تسبسب، تمام؟ ليش عم يصير؟ كل ما التقلص عم يقوى مشان يطلع الولد. يعني هذا هل التراتبيه هي التصاعديه؟ شو هي دي؟ هي كلياتها آلية ترقيم رجع إيجابي. بيجي أول تقلص بينفرز عوامل عفوا أكسيتوسين على سبيل المثال، أوكي؟ هذا الأكسيتوسين بيطلع على النطاق، أوكي؟ بيقول له ليك هي أول تقلص مرتب وحلو، برافو عليك، بس إسا بدي أكثر. فبيجيب لي البطاق بيعطي للنخامة الخلفية بيقول له فرزي إسا أكسيتوسين أكثر، بيفرز أكسيتوسين أكثر، بيتقلص الرحم أكثر، بيجي يقول له برافو عليك حلوة ممتازة إسا أكثر، بيجي بيطلع بيقول خود يلا، وهكذا اكسيتوسين اعلى، اكسيتوسين اعلى، اكسيتوسين اعلى، هيك لا يطلع الولد، تمام؟ هذا يعني تلقين راجع شو؟ ايجابي، تمام؟ طيب عمليه الاباضه نفس الشيء، انت عندك تشكل الجريب اللي اوخ هذا حكي كثير بس تذكروا البكالوريا، اوكي؟ الجريب غده النخاميه بتعطي افراز هرمون ملوتين، تمام؟ هذا الهرمون الملوتين اللي هو ال اتش مسؤول عن المبيض، عن انماء الجريب، تمام؟ وعن افراز الاستروجين.
انت لحتى لحتى يطلع الجريب بدك استروجين كتير، وكل ما كبر الجريب اكثر كل ما بيحتاج استروجين اكثر، تمام؟